وإذا طرحنا السنة ماذا يبقى لنا من دين الله جل جلاله؟ أخبروني عن هذه الصلوات الخمس التي نصليها، من أين عرفنا أنها خمس صلوات؟ في القرآن لم يذكر الله جل وعلا هذه الخمس، وإنما ذكرت في السنة وحفظت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه الصلوات الخمس كيف عرفنا أن صلاة الجمعة ركعتين، وأن العصر أربع، وأن المغرب ثلاث، وهكذا بقية الصلوات؟ من أين عرفنا؟ من السنة، من صحيح البخاري ومسلم وبقية السنن.